السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الورد. زي ما وعدناكم اليوم، أنا الحين في وادي ضلع وما شاء الله غيول ونعمة، نحمد الله ونشكره. اليوم وعدناكم نتكلم عن موضوع النشاط والتعب منسي، يعني أي يجب أن تضع هدف فوق هذا الهدف تسعى له بكل ما أوتيت من قوة، لو كل يوم خطوة بس في مجال هدف ستحقق أشياء رهيبة. احنا ذبحونا والله بالكسل يا جماعة الخير، بلايستيشن ولعب وألعاب حرب وقتال ووسائل تواصل ولايك لايك، كل واحد كان أنجز تاريخ وهو نايم تكي مكبر الوسادة. أكل غير صحي ونوم، وإذا جاء أجهد نفسه شوية حس بالشعور صعب وكسل، وبذلك تتربى أجسادنا على الكسل، وبذلك نصبح بلا منجزات بلا عمل. واحد خامل فخامل فخامل حتى تتولاه الأمراض وتزداد فيه، وبعد ذلك يصل لمرحلة اللا عودة بسبب الألعاب وبسبب التعب منسي، والمنجز يبقى والأجر يبقى لله عز وجل. أنت الحين بترتاح ستتعب طول عمرك، خاصة الطلاب اللي يريحون في الثانويات وفي المتوسطات ولا يذاكرون ولا يجيبون معدلات كويسة. صح أنه ارتاح في الثانوية، لكن 50 سنة جاية حيشتغل فيها في موقع غير جيد، يتحكم في واحد ما يسوى مثلا الله يعزكم الأدنى شيء. حياتهم كلها صرف وسحر وبلايستيشن ولعبات وبلوت ومضغوط وعشاء والحريم حلا وما حلا وسوالف واللايك وصور وهي ستاربكس تاخذ كوب شاهي، حياة كلها رفاهية ولا تدعو إلى العمل، وكلها كسل في كسل. حتى الشباب والله فقدوا العزيمة والصبر، يبدأ في مشروع شوي اللي قد زهق وترك ومشى، وصيب بحالة نفسية نقص فيتامين د لأنه ما يتعرض للشمس ولا يعمل ولا يصلح أي حاجة، فتفشل معظم مشاريعنا. أنا حقيقة لما أشوف العمالة أقول من عرق جبينهم يستاهلون، اللهم لا حسد، اشتغل وحقق أحلامه أمام أعيننا كلنا، قاعد في البلد شغال ودخل وحقق ملايين، واللي بعضهم عنده 5 عماير 6 عماير عنده في بلاده منجزات ضخمة جدا لأنه تعود على العمل. إحنا عودونا على الكسل وهذه ضريبتها ضخمة جدا، وهم تعودوا على العمل إنجاز وأنجزوا أشياء رهيبة. وجدال على وسائل التواصل مواضيع لها 2000 سنة قاعد جهدل فيها الآن وانت نايم عام مكبر المخدة والمكيف على أقل درجة حرارة، وتجادل ذا وتجادل ذا وكانك جبت لي مصارهم القمر وذا يدعمك وذا يعطيك لايك، وكله كلام فاضي خلت السامنة متعبة. الحريم شوية معها حلا وصورت إلا مدري إيش اللي صورت كوب الشاهي اللي أنا عايشة في هذا البيت، وبيت أصلا ما الله لا يوريك الباقي، هي تصور لك الجزء الركن المميز عشان تقول إنها عايشة سعادة وهي ما هي عايشة سعادة. الجهد والتعب والحركة والنشاط تفرز في جسمك إنزيمات رهيبة جدا ما تفرز ولا تعطيك السعادة إلا إذا أفرزت عن طريق التعب، لذلك يجب عليك أن تذوق طعم الحياة والمنجزات والعمل والصبر. المراهقين رحمهم أكل غير صحي وحلويات وسنيكر وخراط وأشياء وأجسامهم هزيلة، يشتغل شوي اللي قدام منتهي يحس بهزال، دعوة كلها للجنس هنا ولا هنا ولا هنا، وكل حتى لقطات التلفزيون ولقطات المواقع ولقطات يا دخان يا حشيش يا جنس يا كلها تدعو إلى رذيلة. حتى الضعف والكسل دب في مدارسنا، دب في جامعاتنا، دب في عملنا. الواحد يجي معاملة بكره بكره ما ادري ايش عشان يقعد يسولف ويرد على هذا ويرد على هذا ويعطي فيسات. يعني والله غزونا بالكسل، والله دمرونا بالكسل خبات، والله خلونا ارذل الشعوب بالكسل بتكبير الوسائد والنوم. اكلنا غير صحي. ابدأ من اليوم اقرأ وحدد هدف واضح وابدأ تحرك في هذا الهدف، واكتبه بلوحة كبيرة حطه في مكان وابدأ تحرك له خطوة خطوة حتى تصل لمنجزك العظيم الذي سيذكرك الناس به. إذا ذكروا قالوا رحمه الله، ولا قالوا الله يعطي العافية الله يرحم أم من جابته، وليست الدعوات اللي تعرفونها بين الشباب اللي تجلس مع ناس يسب أبوك وأمك في كل جلسة 1000 مرة، بدل ما تعطي أبوك أمك الخير راح تعطيهم الشر بكثر السب من الناس المراضين اللي قاعد تجلس معهم. كذلك النساء جلساتهم بس حش في ذا وفي ذا وفي ملابس ذا، والله لا يغتفر هذه الأشياء، ستأخذ منكم وستأخذ منك بأي وقت كان. خلونا نبدأ من اليوم نضع تاريخ محدد للبداية الحقيقية لحياتنا، ومرحبا ألف ويا هلا.